لمزيد من المعلومات حول كل هذه الأخبار المتعلقة بروسيا ينضم إلي من موسكو مراسل القارة الإخبارية حسين مشيك. حسين أهلا بك في هذه الجولة. سنتحدث عما يتعلق بهذا التصعيد الدبلوماسي الجديد بين موسكو وواشنطن، لكن بداية ماذا عن الهجوم الأوكراني الذي أعلنت روسيا أنها أحبطته؟ نعم همام، دعني أبدأ من الخبر العاجل الذي خرج للتو، وهو بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حيد منذ قليل خلية تابعة لتنظيم داعش المحظور والإرهابي في روسيا كما تصنفها القيادة الروسية. هذه الخلية كانت بصدد تنفيذ هجوما إرهابيا على أحد الأماكن التابعة لليهود في العاصمة الروسية موسكو. إذن منذ قليل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن عن تحييد خلية تابعة لتنظيم داعش كانت بصدد تنفيذ هجوم ضد كنيسة اليهود في العاصمة موسكو. هذا خبر مهم وخبر لافت حسين ما يتعلق بالهجوم على يهود أو على من يحملون ما قد يحملون الجنسية الإسرائيلية في بداية الحرب على غزة، ربما حدث يعني شبيه لذلك في أحد المطارات الروسية، ليس كذلك؟ نعم بالفعل همام، هذا الخبر لافت جدا في الوقت الحالي، وخاصة أن روسيا تعيش حالة الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ بعد أيام قليلة، أي في 15 من الشهر الحالي، والتي ستستمر حتى 17 منه. هل هذه الخلية التي كانت بصدد تنفيذ هجوم ضد كنيسة اليهود في موسكو تنفذ أجندة خارجية وأجندة غربية، ولسيما أنه أيضا منذ قليل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشوف أكد على أن الأحداث التي حصلت في جمهورية داغستان وتحديدا في مطار مخاتشكا العام الماضي كانت ورائها أيادي غربية وأيضا استخبارات غربية، وهذه الاستخبارات تعمل على مدار الساعة على توتير الأوضاع في شمال القوقاز. إذن روسيا تعيش حالة صراع مع الغرب، تعيش العملية العسكرية في أوكرانيا، وأيضا في المقابل يوجد انتخابات رئاسية في الأراضي الروسية. والأمر حساس، الأمر الأمني تحديدا حساس للغاية داخل الأراضي الروسية بالنظر إلى إجراء هذه الانتخابات خلال الأيام القادمة.